التصعيد السياسي هو سيد الموقف في مجلس النواب وقضية استفتاء الإقليم تتصدر جميع الملفات والقضايا العالقة وتعطيل أهم القوانين التي من المقرر أن يصوت عليها خلال الجلسات. التحالف الكردستاني ما زال يقاطع الجلسات حتى يكون هناك قبول من الجميع بقضية الاستفتاء. قاطع الجلسات في مجلس النواب العراقي لحد الآن مستمر من يوم الثلاثاء 12/9 اللي صوتوا ضد الاستفتاء بدون رجوع إلى رأي تحالف الكردستاني. مجموعة من النواب جمعوا تواقيع وصوتوا قدموا لرئاسة المجلس، ورئاسة المجلس عدة حالات في مجلس النواب العراقي صاير، مثلا نواب من يجمعون الأصوات ضد أي مشروع أو ضد أي شيء يقدمون رئاسة المجلس ياخذ رأي أغلبية يدرجها في جدول الأعمال أو يحيل إلى لجنة. أبرز ما تم مناقشته في جدول أعمال اليوم هو تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية مدة شهر بعد خلاف ومشادات بين أعضاء المجلس، فضلاً عن قضية كركوك التي طغت على المشهد السياسي. فوضية راح ينتهي عمرها، إذا لابد أنه يكون هناك بديل لهذه المفوضية. هذه الأمور سوف تحسم بجلسة اليوم ومستمر الجلسات لحد يوم الخميس بإذن الله وبغياب التحالف الكردستاني. أما إذا كان هناك عودة للتحالف الكردستاني فلا ضير، سيكون هناك مناقشات لاستفتاء الكردستان ومواضيع أخرى، لكن اليوم المواضيع المهمة هي مفوضية الانتخابات واستفتاء كردستان. وقررت رئاسة مجلس النواب رفع جلسة البرلمان إلى يوم الاثنين المقبل بعد اختلال النصاب القانوني على أثر انسحاب عدد من النواب خلال التصويت على اختيار مجلس مفوضي الانتخابات. علي حميد، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.